معروف هذا الورش الملكي الكبير اللي سيدنا عطاني الانطلاقه ديالو في 2005 في المراحل ديالو الاولى والثانيه، وكذلك يعني قريبا في سبتمبر تعطات الانطلاقه سيدنا الله ينصرو عطاني الانطلاقه مرحله ثالثه، واليوم هذه المرحله هي اللي غتعزز جميع المكاسب ديال المرحله الاولى والثانيه، وكذلك غتغني هذا بمقاربه جديده فيما يخص الاجيال الصاعده التنميه البشريه ديالهم، وكذلك فيما يخص الشباب. واليوم تواجد ديال المبادره هنا في هذا الملتقى الكبير الملتقى الافريقي باش نعرضوا التجربه المغربيه اللي هي رائده دابا عالميا مع الاخوان الافارقه باش نتقاسموها معهم وتكون الاستفاده يعني ديال الجميع. المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي سيدنا عطى الانطلاقه ديالها دابا 13 سنه الحمد لله حققت نتائج جد ايجابيه، وهذه النتائج تنلمسوها على ارض الواقع في المغرب كما تلمسوها كذلك في خلال التشارك والمشاركه مع الدول الافريقيه. والهدف ديالنا باش هذا الشيء الحمد لله اللي حققناه من تجربه كيفاش تنقسموها مع الدول الافريقيه، بحال دابا عندنا شراكه مع الغابون مع السنغال مع الكامرون مع، ولكن دائما مع احترام الخصوصيات نتاع هذه الدول. المبادره فهي فلسفه عمل، وكيفاش هذه فلسفه العمل يمكن لنا نقسموها مع الدول الاخرى باش حتى هي يكون عندها واحد المشاريع اللي الهدف ديالها هو العنصر البشري، كيفاش يمكن لها تنمي هذا العنصر البشري، كيفاش يمكن لها تواكب هذا العنصر البشري. وهذا هو التواجد ديالنا هنايا باش هذه المبادره نتاعتنا حنايا وهذا الكابيتال الايمان اللي غادي يتقدم اليوم باش يبين بان الحمد لله راه ماشي حنا في واحد لا غوبتور، وخص تكون واحد المواصله نتاع الجهود اللي تراكمتها عليها المبادره 13 سنه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.